احنا سبق وان حددناها في وقت سابق، قلنا عندنا 2517 بنايه يعني مهدده، ولكن تختلف درجه الخطوره ومخاطرها، تكون بنسب متفاوته، قد تكون البعض من تسبب مخاطر جسيمه والاخرى متوسطه والاخرى تكون طفيفه، قد تكون ممكن معالجتها ويجب ازاله المخالفات او لما تسببها من مخاطر. واحنا كدفاع مدني نعم هدفنا هو حمايه المواطن وحمايه الطالب وحمايه اي شخص يكون ضمن هذه المواقع. يعني كدفاع مدني نشخص الحاله، ننبه الجهه المعنيه وبوثائق وبكتب رسميه، اما جهه التنفيذ هي الجهه المعنيه يعني اللي تكون تابعه لاي جهه. لنفترض هسه المدارس اللي شاهدتها هي تكون من مسؤوليه وزاره التربيه والمديريات العامه للتربيه في المحافظات او في بغداد.